أوضة واحدة بيطبوها ب92 جنيه. أيوة. ليه؟ بيطبوها بإيه؟ بلبن زبادي؟ مربى التفاح؟ علشان أقتلك. كفاية علي إنك تعرف أنا مين. أنت مين؟ أنا حسن الهلالي. هلاوي يا ابني رد علي، ده أنا أبوك مدبولي. أنت زعلان ليه؟ كان حاجة ويزك هنوبة. على مدار 40 عاما نجح مكرم سلامة في جمع نحو 200,000 نسخة أصلية من أفيشات التراث السينمائي المصري الممتد من ثلاثينيات القرن الماضي، فعشقه للسينما منذ صباه كان الدافع وراء سعيه للحفاظ على حقبة مهمة ونادرة من تاريخ السينما المصرية. شركات إنتاج في الوقت ده طبعا بدأت كل أغلب شركات إنتاج تبيع الأفلام، بدأت تبيع الأفلام في الثمانينات، باعت النيجاتيف والبوزيتيف طبعا هضروه باعوه لبتوع الخردة عشان طلعوا الفضة منه الأبيض وأسود، وأنا كنت بشتري إيه الورق الأفيش والصورة والسيناريو. طبعا في وقت من الأوقات كانت محدش حاسس باللي جاري، يعني إن دي خسارة ملهاش حدود، فأنا كنت بقدر عليه بلمه، يعني ما سبتش حاجة في السوق. من أهم المقتنيات التي يحتفظ بها عاشق السينما في منزله الذي حوله إلى متحف خاص بالإسكندرية هي نيجاتيف الأفلام السينمائية والوثائقية والصور الفوتوغرافية لمشاهد الأفلام التاريخية للفنانين عزيزة أمير ونجيب الريحاني وأنور وجدي وأم كلثوم وفاطمة رشدي وأسمهان وفريد الأطرش وغيرهم من رواد السينما المصرية. في شركة طبعا كان اسمها بهنا فيلم، من أكبر شركات التوزيع في مصر، اتباعت الأوراق بتاعتها في القاهرة، فكلمني واحد روحت خدت حوالي 25 كرتونة كان فيهم تاريخ مصر السينمائي كله، يبدأ من بدر لاما، توجو مزرحي بالكامل، بدر لاما بالكامل، آسيا بالكامل، ماري كويني بالكامل، اللي هم كانوا إيه هو بيوزع لهم الأفلام. يحتفظ مكرم سلامة بأرشيف الصور والمراسلات الكاملة لأنور وجدي وماري منيب وأمينة رزق، وهي جزء من نحو 200,000 صورة من أرشيف الفنانين، كما أنه يحوز نسخا أصلية من مراسلات الفنانين مع شركات الإنتاج، ومنها خطابات ليوسف وهبي وعزيزة أمير وبدر لاما وتوجو مزراحي وفاطمة رشدي. عزيزة أمير طبعا كانت أول منتجة الفيلم مصري ليلى، بعد منها فاطمة رشدي كانت أول مخرجة الفيلم مصري اللي هو الزواج، بهيجة حافظ عملت فيلم مثل فيلم زينب، وعملت فيلم ليلى العمرية بعد كده. كل الناس دي لما لقيت أنا عند تجار المخلفات بعت اللي ورايا لقدامي وخدتها، فما قدرش كنت كشف، كانش ممكن تضيع مني. النهارده ممكن اسافر 500 كيلو عشان اشتري صور. يفتح مكرم سلامه متحفه مجانا للدارسين والباحثين والمختصين، كما يشارك في الاحتفاليات والمعارض الثقافيه داخل وخارج مصر لعرض مقتنياته النادره. في ظل التنافس الشديد بين القنوات الفضائية وشركات الإنتاج الخاصة على الفوز بأكبر قدر من التراث السينمائي المصري، تبرز أهمية المقتنيات التي يحتفظ بها مكرم سلامة، وتتزايد معها مطالبات البعض بأهمية وجود متحف سينمائي مصري جامع يضم كل المقتنيات التي تملكها جهات مختلفة. من الإسكندرية أسامة يوسف، اليوم على الحرة.